بسم الرحمن الرحيم. مع الفيديو المنتظر، فيديو الزومبي وكل حاجة، كل ما تريد أن تعرفه عن الزومبي. الأول نختار الأسلحة معانا. طبعا الأسلحة لازم تبقى كلها زرقاء. طبعا مش عارف ايه الزرقاء دي، تخش هنا جوه كده في السلاح تلاقي في أزرق وفي أخضر. طبعا مكتوب قدامنا هو الأخضر بيزود 10% من الضرر، والبرتقالي 30، وبالترتيب بقى. دلوقتي احنا معانا أزرق وبنفسجي وأخضر، البرتقالي لسه منزلش في اللعبة تقريبا. فحاول تخلي كل أسلحة زرقاء وتطور كل أسلحة على ليفل عشان تقدر تحط لها إضافات بتاعتها. لو مفيش أسلحة حط أخضر، ما تسيبوش رمادي، أهم حاجة ما تسيبوش رمادي. طبعا الكلام ده على كل الأسلحة. ممكن تشوف اللغم بتاعك لو معاك سكن اللغم أو القنابل برضو خليها زرقاء. مسدسات وشكاكين برضو كله أزرق. كل حاجات بتزيد، ما تفتكرش إن السكينة الرمادي زي السكينة الزرقاء. تقريبا الشخصية بتزود وتقريبا لأ، انا مجربتش. بس خلينا نتكلم عن الغرض بقى. دي غرض شديدة الصعوبة وفي غرض عادية وفي النجاة. الغرض شديدة الصعوبة ليها الجوائز اللي قدامكم دي، في قطع وفي جوائز كاملة، وهنا لسه غرض عادية. طبعا ليك كل يوم 3 فرص بس عشان تاخد 3 جوائز يعني. والغرض السهلة والصعبة هم النجاة مختلفة، ليها 3 مختلفين كده، 6 هنا 6 6 محاولات عشان ناخد جوائز. طبعا احنا هنلعب دلوقتي غرش في الصعوبة. طبعا اهم حاجة لما تبدأ الجيم ترتب اولوياتك. اولا انت عايز سلاح، ثانيا محتاج العصاير اللي بتجيبها من المكان، وهنعرف ايه العصاير دي دلوقتي. ثالثا هتحتاج سكيلز، ورابعا وملوش لازمة خالص العملات. طبعا العملات انا متأكد ان هي ملهاش لازمة خالص. طبعا الزومبي هيد شوت بيبقى احسن فيه، بيدمج اكتر وبيعمل كل حاجة احلى. دي نصر من الموجة 3. هنعلمكم بقى النهاردة ازاي نغير الزعيم. شايفين فوق مكتوب الفظاع الجولة 12. طبعا من هنا تقدر تشتري سلاحك العشوائي، ممكن تشتري سلاح عادي مع فتح. هنا بقى الأسلحة الزرقاء اللي جبناها من بره مش بتبقى موجودة هنا. الأسلحة الزرقاء بتبقى على الحيطة بس، إنما هنا الأسلحة العادية ملهاش أي لون، متقدرش تغير لونها. الإم 4 سلاح أنا بنصح بيه جدا، ممكن تلعب بيه. والإم 4 تاني برضه ممكن أنصح بيه. خلينا نكمل ضد الزومبي، نجيب فلوس ونروح نكمل. طبعا بقى ازاي نسترع الزعيم بقى، السؤال اللي انتوا بتسألوه كله. في قطع بتلاقيها في الأماكن دي زي ده، واحد ادي هو ده شكل القطع، ده أول مكان. وهنا تاني مكان بتلاقيها هنا في الحتة دي كده، وتالت مكان طبعا هنا على الرف ده كده. انت محتاج 2 بس، مش محتاج اكتر. في واحدة تبقى على الترابيزة دي وواحدة هنا وبس كده تقريبا. في واحدة على الترابيزة دي طبعا، نروح نجيب سلاح. وفي واحدة بتبقى هنا قطع برضو، كل ده قطع. صح، الصندوق راح كده. الصندوق طول بقى، ازاي نعرف مكان الصندوق؟ بتقف في حتة واسعة وتبص فوق في السماء، وهتلاقي نور ابيض ظاهر من ناحية البيت اللي في الصندوق. طبعا انا مش هقدر بقى عشان في زومبي حواليا وهموت تقريبا. انا مت اصلا، لا نصرع على الحتة دي. طبعا انا مش معايا حاجة مفيدة عشان كده مستعملتش الانعاش المجاني، بس انا معايا عمر انعاش كتير. طبعا من هنا بقى الاي كيس الازرق اللي انا حطيته قبل ما ادخل الجيم، بس انا مش محتاجه دلوقتي، انا مش محتاج فلوس قوي. طبعا تقدر تهرب الهرب نص الرجولة، مش لازم هي تقف قدام الزومبي كلهم وتموت. طبعا اللي وقع منهم دوت بيقع منهم قتل فوري ونقاط اضافية وآلة حرب وسكور مضاعف. طبعا النور اللي انا بتكلم عليه اهو، خش بتفتح الباب. دي العصاير، بنتكلم عن العصاير كلها لما ننزل تحت. ارتك 50، ايوه كده احنا بدأنا نتكلم بالسلاح ده. كده احنا بدأنا نتكلم بالسلاح ده، انا معرفش العب من غيره بصراحة. سلاح قوي لذيذ ومعاه طلق ينفع هيسندك في وقت الزنق. طبعا الزومبي زنقني. هنا بقى في حتة عايز اقولها لكم، لما تخش هنا جوه في زومبي بره كتير، ممكن تفعل الفخ هيحصل كهرباء عند الباب واي حد هيعدي هيموت، اي زومبي واي حد من اصحابك برضه. متحاولش تنده على اصحابك
ولو حاولت تخرج برضه هتموت. فلازم تبقى معاك طلق ومعاك حد، مينفعش تحبس نفسك في مكان زي ده ومنتش معاك أي حاجة. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، هنا اهو على اليمين في قتل فوري، مش ده العصاير، هنا في قتل فوري وفي الطلق. هتشوفوا دلوقتي قتل فوري، بمجرد ما هاخدها هقتل كل الزومبي برصاصة، أي زومبي يجي قدامي هقتله برصاصة. أهو أنا وصحابي طبعا، مش أنا بس. رصاصة رصاصة ماتوا، رصاصة رصاصة. شايفين الضرر كام؟ 2016، 2036، أرقام عالية بصراحة. كل ده برصاصة واحدة، كل ده برصاصة واحدة. بس الوقت بتاعه خلص، هو مش دايم، هو مش بيفضل دايم. خلينا نروح نشوف الصندوق العشوائي فين، ولا خلينا نروح نبدل الزعيم. اوه طبعا هنا بقى اللغم المفروض تنزل على بطنك، بس انا اتزحلقت من غير قصد فموت. بس عادي يعني، وراحت ليه هي في الدنيا غير الموت. واتحشرت تاني. المشكلة بقى لما يبقى انت واثنين صحابك في الفريق يموتوا، بتلاقي الزومبي كلهم بيتحركوا في اتجاه واحد ورايحين نفس الناحية. طبعا هو السلاح اللي انا كنت بشكر فيه دلوقتي، السلاح بصراحة عظيم. خلينا نروح للاسانسير. الاسانسير هنا في الدور التاني برا، فوق ما تخرج من الباب هتلاقيه في وشك اهو. بتعمل اولية اصلاح من القطعة اللي احنا لقيناها الاول دي، محتاج قطعتين زي ما قلت. بعد كده بتدوس نزول، بتنزل تحت، بتخش شمال شمال في شمال، هتلاقي في ورقة على المكتب. اقرأ الورقة دي، مش لازم تقرأها، ممكن تفتحها بس وبعد كده تدوس على طول عشان تعمل تخرج منها. وهتلاقي في بقى بيض في الأرض كده، زي هيطلع منه شجر. طبعا اقتله بالترتيب زي ما بضرب كده، ضربت عليه الأول، بعد كده ضربت عليه. مش عايز، لو مش عايز تضرب روح قرب منها وارجع تاني. لازم تطلع النور الأخضر ده، النور الأخضر ده لو مطلعش يبقى هي ما بدتش، لازم تضربها تاني. وبعد كده هنا، وبعد كده الأخيرة هنا. طبعا انت لو قتلتهم من غير ترتيب هيعيشوا تاني، فحاول تقتلهم بالترتيب كل مرة. وهنا طبعا العصاير، هنا بقى نبدأ نتكلم عن العصاير. هنا بقى التلقيم الصاعق، ده بيخلي الأعداء اللي حواليك يتكهربوا لما انت تعمر الرصاص. وهنا بقى تقدر تستدعي الزومبي الوحش. طبعا فوق الشمال، فوق اليمين، فوق في النص اتكتب جو بوكو الجولة ال 12. والعصير التاني نجيبه من هنا، كولا السرعة، بتخليك تعمر سلاحك بسرعة، بتعمر بسرعة جدا يعني، انت هتلاحظ الفرق. سلاح يتعمر، وبرضه الزومبي اتكهرب حواليا، بس عشان حصل عندي لاج فموت. طبعا حتى الان ملاقيش السلاح اللي انا عايزه، اللي انا عايز اصور عليه الفيديو عشان كله يعرفه. وهنا الانعاش السريع بتخليك لما تقع على الارض تفضل عايش شوية عشان صحابك يقدروا يصحوك، ولما صاحبك يجي يصحيك بتصحى اسرع. خلينا نروح نجيب بقية العصاير. هنا في الصاحب، لو نشوف الزومبي دول عايزين مننا ايه. يا شوية زومبي، يا شوية زومبي. طبعا سكون ضعف، بس تقيل عليهم شوية. شايفين فوق الشمال الفلوس بتزيد بالضعف، بدل ما كانت بتزيد عشرات بقت بتزيد عشرينات، دي حاجة حلوة. طبعا ناخد الصاحب ونروح نشوف أكل عيشته. بس يا عم عايزين نعدي، حاسب كده، حاسب كده. النور الأبيض برضه موجود، فنروح عليه عشان نجيب. هنا طبعا في قفل برضه بيعمل كهرباء، وهنا رخات ثنائية بتضرب طلقتين بدل طلقة واحدة، بتخلص رصاصك بسرعة جدا. عشان كده محتاجين السلاح اللي على الشمال ده، فيه 100 طلقة. السلاح اللي على اليمين دوت فيه 60، فبيعتبر 30، بتحسبه 30 بس بيضربوا 60 في ثانية بسرعة جدا. طبعا انا اتزنقت في الحتة دي، فلفيت لفة كاملة عشان اعرف اخرج، عشان لو هم حشروني انا مش هعرف اخرج. هنا بقى شايفين الارقام بتتكتب بالضعف، اهم حاجة ان احنا استدعينا الزعيم. ولسه معانا 4 في الفريق، احنا كده 4 في الفريق الواحد ده. حشروني؟ لا لا، اوكي ده خلاص الحمد لله. طبعا انا افتكرت دلوقتي ان في فخ هنا اقدر افعله، ده لسه تاني من شويه ده. الصح بقى لما تنزل تحت الفخ ده، تنزل على بطنك كده وتروح معدي من تحت. اللي قدامنا دي عمله، بتزود فلوسك وفلوس صحابك كلهم، كل واحد بيزيد 400. طبعا نروح نجيب بقى الصندوق بتاعنا، يمكن يطلع لنا السلاح المره دي.
خلينا نبدل السلاح بس بسرعة، أنا متأكد إن هو يطلع لي تاني عشان السلاح دوت موجود في كل مكان. أو شفت؟ بص يا عم، بص يا عم، خلينا نجيب السلاح يا عم. قلت لك خد خد انت خد كده، احنا بنتهزر بس يا ابني. ترى بدي ايه؟ المهم يعني خلينا نكمل، ما لكوش دعوة بالموضوع ده. حتى انا مش عايز يطلع لي السلاح اللي انا عايزه. طبعا ال كي 24 مش زي ال كي 24 بره، مش عارف ليه، بس التاني اقوى، اللي هو لابس تمام على طول اقوى. ده ضعيف جدا، حتى مفيش العب بيه. خلينا نروح هنا بقى. غريزة القناص، غريزة القناص دي لازم تبقى معاك، لازم تبقى معاك دايما عشان بتضرب هيد شوت تلقائي على الزومبي. دي جات ليه؟ ماشي، بس للأسف مش طايق. بس خلينا نشوف الخريطة. الخريطة بتشوف عليها فين الزومبي وبيتحركوا على مين، مين من أصحابك، اسم كل صاحب ليك مكتوب، والزومبي اللي حواليه مكتوبين طبعا. خليك بص على الزومبي هتشوف الخريطة كلهم بيتحركوا. مشهد حلوة. طبعا في زومبي طلع لي، خلينا نخش نجيب سلاح ان شاء الله يطلع لنا السلاح المرة دي. تعال تعال حبيبي، طبعا بقى الكولا العصير تحت على الشمال، هنقول من تحت على الشمال. الازرق ده تلقيم صاعق، اللي جنبيه على طول اللي جنبيه على طول كولا السرعة بتخليك تعمر رصاصك بسرعة. اللي جنبيهم انعاش سريع، اللي جنبيهم الصاعق بيزود دمك، اللي جنبيهم رخات ثنائية بتخلي الرصاص بتاعك يبقى مضاعف، واللي جنبيهم غريزة القنص تضرب هيد شوت اوتوماتيك. طبعا كلهم مفيدين بصراحة ما عدا الانعاش السريع، ما حسيتش منه بأي لازمة خالص. بس نعمل ايه، محسوب علينا كولا، محسوب علينا عصير. نطلع بقى سلاح بقى. اوكي تعالى انت، نقول لك لا طبعا صعب من التوقيم الصعب، بس مش شرط كتير. شوت جان سترايكر ما منصحش بالشوت جان في المود دوت، غير الشوت جان اللي بتضرب 3 طلقات مرة واحدة وبتتعمر بسرعة، عشان غير كده مش مفيدة خالص، مش عملية. طبعا اخد السلاح عشان بس بقى بيحصل بسرعة، استنى السلاح يروح. لا مش ده اللي انا عايزه، يا رب. خلينا نصحى اصحابنا نشوفهم، شكل الزومبي مش هيستنى ان اروح لهم، هم قولي. طبعا الفيديو سريع عشان قتل الزومبي الناس كلها عارفه ازاي تقتل الزومبي ده. لو بصيت بس في السلاح بتاعك على الزومبي هيموت اوتوماتيك. تعالى انا بس بوريكم الحاجات اللي انتوا متعرفوهاش في اللعبة. في حاجات انتوا تعرفوها طبعا، في ناس محترفين في اللعبة اكتر مني حتى، بس دي حاجات انا تعبت فيها قبل ما عرفتها بصراحة، محدش ملقتش اللي يعرفوني. هو طلع لي السلاح، سلاح الأشعة، سلاح الأشعة أقوى سلاح في اللعبة ديت، بيقتل كل الزومبي المتجمعين مع بعض، مش فارق مع الرقم، مش فارق مع أي حاجة خالص، بيدمج 500 أحسن من السلاح العادي اللي معايا اللي هيد شوت أصلا 200. بصوا بصوا هنا، كلهم بيموتوا، كلهم بيموتوا. قتلت 20 زومبي، 30 زومبي، 1000 زومبي. تعالى يا زومبي، وآلة الحرب هي جت زي ما قلت لكم، تيجي من الزومبي لما بيقتلهم طبعا. آلة الحرب ما بتسميش على حد. بالنسبة بس لسلاح الأشعة، طلقه بيخلص بسرعة جدا، عشان كده حاول إن أنت توفر فيه، عشان لو طلقه خلص منك أنت هتتسوى. طبعا لو حد من اصحابك لقى الذخيره من الزومبي اللي بتنزل من الزومبي زي قلب الحرب والكلام ده، سلاحك هيبقى 200 حتى لو مش انت اللي خدتها كلكم، لو هو اي حد اخد اي حاجه هتحسب له كله كده. كده متقدرش تعمر سلاح اللي على الشمال ده غير لما تموت. نجيب العداء بيخليك تجري اسرع، برضه حلو جدا ضد الزعيم. هنا بقى الكلام، اكتشاف بيخلي دمك يزيد بنسبه 20%، والمترنفان اي زومبي بيضربك كل اللي حواليك بيتكهربوا زي التركيم الصعب بالظبط. والتالتة ممكن تختار اي حاجة انت عايزها، خلينا نختار ضعف الهجوم طبعا.
اكتشاف اكتر حاجه انا بحبها بتخلي دمك يزيد بنسبه 50%. يعني انت لو دمك 100 يبقى 150، ومعايا الصاحب فدمي بقى 200 كده، محتاج بتاع 10 ضربات عشان اموت ولا حاجه. وليد برضه عشان تتابعني.